انت هو الشي
سمعتني يا لانا هو انت واشي دغيات تدورتيها لي انت ما كتصوبش انت ما تتعرضش ياك كنت صغيره كنجيبها كنقول لك تعرض هذه ما غتديهاش ما عندي ما تخدمش معايا بعيد من نفوم هني ما تخدمش معايا ماشي سوق انت زعما لا سوق ما في سوق سوق ما تخدمش معاها سوقها تجمل عليا لا خدمه وتجمل عليا ما تخدمش معايا شوفوا البنت دابا عاد تدور على الشباب في المدرسه كتقول لي ما تخدمش معايا اجاب الخدمه الهضره ما تخدمش معايا اخدم ما صح لي راه خدمتي نولي لها ولي لها ولي ولي خدمتك ولي لها عندك تدوري فيه ولي لك الكرماض عندك تدوري فيه ما ندورش بزاف عليك صافي انا صافي ما ندورش فيك هاي تغوغ عليا وتعجبك خرج ليا لا شنو خرج خرج ليا لا 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 خرج ليا خرج ليا لا 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 خرج ليا خرج ليا خرجني من الدار خرج ليا ها خرج ليا دابا ما مهمنيش ما تقويش معايا الهضره قلتي ما تقويش معايا الهضره انا اللي حرش انا لا فيك النفس ما تخدمش معايا ما نخدمش ما تخدمش معايا ما نخدم ديك قانتك ما نخدمش ياك ولاد كلهم داروا قانا لا الله يعاونهم ولا غندير قانت غندير قانا دير قانت غندير قانا شنو غادي في القانا ماشي سوق لا شنو غادي غندير قانا شنو غادي كاين ما يدير فيها ندير فيها غير خدمت فيها انا يا اش هاد الخدمه ندير فيها الفلاحه ديالي تنحرك تن خصوص عيتني وانتي ويا عيتني حاجة يلا سيد وكل ما جيت واحد شوية تنصفقك بالله اش عندك بس والله تنصفقك نوضي نوضي سيري معاها صابة يلا صابة تبقايش تنسبي عليك اعطيني ديك فلوس عندك البارح تبقايش تنسبي عليك فلوس اللي عندك البارح اين فلوس الفلوس خدم فيها هذيك خدم فيها؟ اه اوي اه غتاكليني في عرقي غتاكليني في عرقي اه عندك تدوري فيا انا كتقولي لا باك مشى ولا باك جا ولا هذا سمعتيني ياكس انت وراك عادين لي راه كم يا عشا وراك كم يرشرجم وراك كم يرشرجم دوز 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 مسكين كان شفت تبقى معاه على ابو هريره هكا كيديروا يا يا حامد خلص عرسك يا مقلب يا مقلب ومقلب يا مقلب يا منت يا ربي سلي بنيتي وبنيات الناس جميعا وزيد تشوف ضربه شتيك كان صيدك كان صيدك ها يا غتغسلي وشدي هذه خطه هذه خطه هكا كيديروا هكا كيديروا الناس اللي مشاو لهم الوالدين معاهم بان لي فيك الصباح مقلب شحال ما درتو لك بان لي فيك لا ما ديرش يدك خلعتي ما تحيدي انا دخلي سوق راسك صافا واش محزوم بالباص سوق راسك صافا ايوا ما راه ما دخلوش شي مره دخل معاهم في الخطه وكذا ها نخور تدري بنتي عليا دخل معاهم في الخطه سمعي باش انا لازم مع المتسبعين هذا مش عيب مشاهدين كدا سلامات عليكم كدا سمعة صحيحة اليوم المقلب راه الضحية هي بابا الله يسامح ليا راني غير كنضحك معاه راني قولي لي بوجهك حمار رغبيه رغبيه حق الله ما درتها خاطري راه غير مدا بغينا نديرو مقلب ونحكو معاكم شوية نفوجو عليكم كنتمناك سمح لي اللي قلت لك المقلب هذا المقلب زيد سمح لي اللي ما بحال المقلب اللي مشيتي تديري لي على سمح لي اللي قلت لك ما تخدمش معايا تمشي معايا ولا خطك عليا وطلب لي السماحه سي محمد طلب السماحه من صباح اللي كانت الشغل سوق راسك ولا كنت داخله معاهم خطه واخا ندخل خاص ما تقولي لي سوق راسك لا لا تعتذر من حدا المشاهدين تعتذر منها غيتصاقدوك غيتصاقدوك ولا كنت داخله معاهم في الخطه ما عرفت انا على ما كنت عندي واحد انا نقدر نخدم بلا بيك
الله 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 مقدر نخدم بها راجلي. يلا عودي طلعي غسلي وشك. وتبارك الله عليكم وسمحوا لنا، رحنا كنا غير كنضحكوا معاكم، كنتمنى تقبلوا علينا، كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، والله يخليكم لينا دائما وخليكم مع الفيديو. وجيم جيم جيم جمجمونا الفيديو وجمجمونا الفيديو. يلا نجا طلع عندي درويش اخوتي. تبارك الله عليك وعلى الدور ديالك وشكرا لك. يلا نوضي غسلي وجهك من بريستا. تبارك الله على المتتبعين، كي صبحتوا تبارك الله عليكم كي درتوا مع الصحيحة. ودابا راني تنعتذر لصبا، صبا مسكينة ما دمتها حاجة. وأنا مشيت أنا قابلة نعتذر، أنا مشيت على الهضرة ديالي، هي كتعطي رأيها وأنا ما عابتها حاجة وتسمح لي. تبارك الله عليكم يلا تبارك الله عليكم المشاهدين، مقربوا على الكاميرا سميكوا عليه شوية.